صحتنا جميع. كيف يهدد شبح السكتة القلبية الأشخاص من مختلف الأعمار؟ الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين كتمثل هي أول حالات الوفيات في العالم. ما هي الظروف المصاحبة لمتلازمة الموت القلبي المفاجئ؟ أن القلب واحد ملي كيوقف راه كيكون العرض الوحيد، يعني السامبتوم الأولاني اللي كيبان هو الموت المفاجئ. وما هي الفئة الأكثر عرضة لموت الفجأة؟ كتجي يا إما من القلب يا إما من الجلطات الدماغية. وما هي سبل الوقاية منه؟ اللي عنده القلب خصو يستشر مع الطبيب ديالو ويحدد الخطورة ديال هاد لو ريسك ديال لابورس. صحتنا جميع، الأحد زوالا على دوزام.